مساء الخير عليكم جميعا، محمد شريف رجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن حاجات شوية حاجات عن الكورونا. كيلي طالع معايا قاعدة بتلعب في الحقيقة الحقيقة الهانة، وأنا وكيلي نحب ندعي لكل الناس الموجودين في العالم. ما أنا أتكلم ولا أنت تتكلمي؟ طيب ماشي، ربنا يحفظكم جميعا، وان شاء الله كل المرضى هيخفوا وهنعدي من الازمه دي اقوى بكتير. واهم حاجه ان احنا هنعدي من الازمه دي هنكون متعلمين حاجه جديده. مثالي اغلبنا او كلنا فهمنا ان كل حاجه ليها اصول، حتى نظافه، غسيل الايدين. قبل ما ابتدي اتكلم عن الدروس اللي احنا المفروض نكون استفدناها من اي ازمه بنعدي منها، بالذات ازمه الكورونا دلوقتي، اللي يحس باي اعراض يا ريت يكلم وزارة الصحة على 105 الهوت لاين بتاعهم، أو في رقم تاني هكتبه كمان تحت في الديسكريبشن. بلاش تروحوا مستشفيات على طول عشان تكشفوا هناك، يعني أغلب المرضى الموجودين في أي مستشفى مناعتهم قليلة، ففكرة إن واحد يروح بالأعراض اللي عنده ولو لا قدر الله عنده كورونا، فكرة العدوى هتكون سهلة وسريعة جدا. وطبعا دي بنحاول إن احنا نتجنبها الفترة دي جدا عشان نقلل أعداد المصابين بالكورونا. لما هتيجوا تكلموا الهوت لاين هتقولوا لهم على الاعراض، ممكن يقولوا لكم ان دي اصلا مش اعراض الكورونا وممكن تقعدوا في بيتكم او تاخدوا حاجه معينه، او هيدوكوا عناوين حتت معينه فيها حميات هتروحوا تكشفوا هناك، هياخدوا منكم عينه او هيبعتوا لكم حد لغايه البيت عشان يكشفوا عليكم، عشان كمان يعرفوا اذا كان في حد معاكم حامل مرض ولا لا. فياريت بلاش ان احنا اول حاجه نعملها ان احنا نجري على اي مستشفى على طول لو سمحتوا. وحاجة تانية مهمة جدا حابب أتكلم عنها، إن فعلا الحكومة، يمكن ناس كتيرة حتى معترفة إن الأول مرة نحس إن فعلا كل حاجة ماشية بطريقة شيك جدا وحلوة جدا. يعني دي فعلا حاجة كنا مفتقدينها جدا في حياتنا دايما، والحمد لله يعني إن احنا وصلنا لكده. يمكن حتى الناس كلهم مستغربين إن الحكومة بتعمل يعني كل حاجة عشان مصلحة الشعب، والشعب نفسه مش عارف مصلحته يعني، وإن يعني نفسي نبطل عشوائية، بالذات لو حاجة متعلقة بس. طريقة التعامل مع أزمة زي دي هتنقسم لثلاث أقسام. أول حاجة إن فكرة إن حالة الهلع اللي هتيجي للواحد وهيفضل خايف دايما ومرعوب، وممكن في الآخر لا قدر الله يموت من الخوف. القسم التاني الناس اللي عندها لا مبالاة ومش حاسين إن في مشكلة أصلا، يعني على مستوى العالم كله، ومحتاجين إن احنا ناخد رد فعل فيها، يعني احنا نحمي نفسنا ونقعد في بيوتنا. طبعا فكرة إن سيبها ربنا ونعم بالله كل حاجة بإيد ربنا، بس نستخدم مخنا شوية. القسم الثالث وده الطبيعي، فكرة الحذر، ان انا هاخد بالي من غير حسوكة زيادة عن اللزوم عشان ما اروحش في داهية. برضو الحسوكة زيادة عن اللزوم فعلا في ناس حتى كان حاجات بتطلع غريبة جدا، اللي هو هاتوا كلور على كحول على مش عارف ايه وحطهم على بعض وفي الاخر غسام والناس تموت لا يعني هي اي حاجة هتعملوها في النقطة دي يا ريت تكون من مصدر رسمي. ان وزارة الصحة والسكان انا شايف انها مش مقصرة، يعني حتى طريقة التعقيم والتنظيف قايلين عليها، فاحنا مش محتاجين نجاوب من عندنا. مش لازم واحد يقوم طالع اللي هو انا اكتشفت اكتشاف عالمي جدا، لا مش عايزين اكتشافات، هو في حاجات معينة بسيطة وسهلة وهنعملها وبس، مش محتاجين حاجة تانية يعني. يمكن اكتر حاجة نفسي فعلا الناس تطلع من الازمة دي متعلماها، ان لازم كل حاجة يقروها تكون من مصدر رسمي. في ناس كانوا بيتكلموا ان الفيروس نفسه هيموت بعد لما درجة حرارة في الدولة هتطلع بقى فوق 25، بعدين 28، بعدين 30. كل الكلام ده طلع كله ايه، ملوش اي تلاتة لازم. اي حاجة تقروها وعايزين تنشروها يا ريت يكون بناء على ورقة علمية، بحث علمي موثوق في المصدر بتاعه، الوزارة الصحة هي اللي مطلعة البيان ده، وساعتها نتكلم على البلاوي اللي احنا بنسمعها كل شوية. استنوا مني فيديو بأكتر 10 عادات صحية بنعملها غلط، وحاجات ان احنا المفروض ان احنا نكون متعلمينها. حتى يعني الحاجات دي كلها المفروض ان احنا نتعلمها، مش عشان بس فكرة الكورونا، ده حياتنا الطبيعية المفروض تكون ماشية مبنية على الكلام ده كله. أتمنى من الأهالي تكونوا قدوة لأولادكم وتعملوا الحاجات دي فعلا كلها وتعملوها قدامهم عشان يتعلموا منكم. والناس الزهقانة، حتى لو انتوا زهقانين من قعدة البيت، ادخلوا يوتيوب، اعملوا سيرش على جوجل، اعرفوا حتى معلومات جديدة عن المرض، اتعلموا حاجة جديدة. اللي عايز يتعلم حاجة مثلا بقاله فترة كبيرة ومش لاقي وقت، والناس اللي بتشتكي ان فعلا يومها كله بيخلص بسرعة، قدامكم اهو فترة ممكن تتعلموا فيه اللي انتوا عايزينه،
وتنجزوا كمان في اي حاجه متاخر. وما تقلقوش، احنا اللي انا شايفه فعلا في البلد ان هنعدي الازمه دي وهنكون اقوى بكتير، ويعني اغلبنا فعلا فخورين جدا بالدوله المصريه الفتره دي، وربنا يكملها على خير ان شاء الله. وبكده اكون خلصت الفيديو. لو بتتفرجوا على الفيديو على يوتيوب يا ريت تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. لو بتتفرجوا على الفيسبوك لو حد يحب يعمل لي فولو يعني وسهلا بيه طبعا، وشير طبعا للفيديو عشان الكل يستفاد، وتستنوا الفيديوهات اللي جايه. يلا سلام عليكم. I'm gonna go get some.